برنامج الجوهر هو برنامج أطلقته لوياك بالتعاون مع أكاديمية لابا لتدريب الشباب على أبرز مهارات الحوار مع أهم الإعلاميين. كثير متحمس انه اتلاقى فيكم ونتحاور نحن وياكم. في عندك بعد شيء موهبة نحن ما بنعرفه؟ بلعب فوتبول منيح. ايه بس ما بستجي وقت المسرح تما اعور حالي. بلعب تنس منيح، بلعب بينج بونج منيح. تعتقد انه السلطة المهيمنة عليها الدين هي احد هيدي الاسباب اللي وسعت الفجوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل خصوصا بالمنطقة العربية؟ جايز بس هو الدين متنوع ولا وفي دين متطرف اللي يقود العقلية الذهنية هي الدين المتطرف. اول شيء اللي بدي اسالك هي انه لماذا بقيت في فرنسا ولم تعود الى لم يتم ذلك بقرار واحد. بدأت أمور تبدو لي صعبة للغاية، وبالتالي في وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. دكتور مروان العشب، أنا كتير كتير سعيدة إنه أنت معنا. عدة مناصب، سفير في إسرائيل، سفير في دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وزير للإعلام، وزير الخارجية. هل في بالحقبة هذه كلها هل في قرار أنت اتخذته ندمان عليه الآن؟ هل أستطيع أن أقول أني ندمت على أني دخلت الحكومة؟ لا، ما ندمت. تعلمت كثير وحاولت، والمحاولة يعني في نفس أهمية النجاح أو الفشل. بدك تحاول، لأن المحاولة بتعلمك دروس جديدة، وبتعلمك لما بدك تعمل الشغلة مرة ثانية كيف ترجع تعملها. ما هي حالتك النفسية اليوم الشعرية في ظل ما تمر به فلسطين تحديدا؟ متفائل، لأن المتفائلين هم الذين يستطيعوا أن يشاركوا ويكونوا إيجابيين بالرغم من كل ما يحدث من نكسات وإحباطات ومن انحرافات. لابد أن نظل متفائلين بأن بإمكان الشباب العربي أن يصنع في المستقبل معجزات. يعني الوضع الحالي السياسي في الكويت من أداء برلمان، أداء وزراء، تشكيل حكومي، أنا مو مع السياسة كلش. داخلياً أنا عطني، لا داخلياً أنا أحب بلدي الكويت، فأبوس تراب الأرض اللي أنا أمشي عليها لأن هذا أرضي وهذه بلدي. صحيح. فأي شيء يمسها يعني، أو إني أسمع يعني حتى اللي صار فترة الكورونا هذه وايد ضايق خلقي عليها لأن الكويت ما تصير. وبرأيك شو هو أهمية برنامج الجوهر وخصوصاً يعني إعطاء دروس بالإلقاء وتدريب الصوت؟ الجوهر حسيت كأنه في حرص أكبر، مطلوب منه أشياء ومطلوب مننا كمدربين أشياء اللي تدفع فيه لفعلاً لاكتشاف أمور كثيرة، كيف يؤدي، كيف يسأل، كيف يبحث في إطار الشخصية المراد محاورتها، كيف يبحث في الأعمال. اليوم أنت عضوة في غرفة التجارة والصناعة، شنو كان دوركم مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات كورونا؟ أولاً إحنا غرفة التجارة دائماً كانت من الجهات اللي تدعم المشاريع الصغيرة، أصحاب المشاريع الصغيرة. الدليل إن إحنا عندنا مركز عبد العزيز حمد الصقر للتدريب، نسوي لهم دورات تدريبية How to start your business، شلون تبتدي مشروعك. بس هل من وجهة نظرك أنت تشوف أن السعر لازم يكون ثابت وعالي على أي عمل؟ ولا ممكن ان اتنازل هني او هني انزل شوي؟ مو حسب الشيء، اذا كان هذا يعني انت تشوف المنتجين، الله اعطيهم، لكن بعض المنتجين حتى من ينتج الاعمال يعني اللي لها قيمه تشوف انه خسران. اصدر تصريح بالنسبه لصفقه القرن كان ضده، شو تاثيره او شو اثره؟ شوف، في مجلس العلاقات العربيه والدوليه يمكن مؤخرا اغلب اجتماعاته كان دعماً للقضية الفلسطينية، خصوصاً بعد الإعلان، ليس التفصيل بس ملامح صفقة القرن. وأنا في تقديري صفقة القرن لن يكتب لها النجاح، وأنا أعتقد سواء جاء ترامب ولا جاء بايدن هذه الصفقة ميتة في محلها. لوياك تمثل يعني ضمير الشباب،
يعني غير مسبوق في العالم العربي، مو فقط بالكويت. انت مدربه ناجحه اكثر ما يعني كل اعلامي دربنا اعطانا من تجربته الاعلام، فانا بعرف انت وين تعلمت التدريب هذا. انا انغرمت فيكم حبيبي، مش القصه، مش قصه انا تعلمت، لما الاستاذ بيشوف التلميذ هالقد عم ياخذ وهالقد مبسوط باللي عم ياخذه والابحاث اللي عم تعملوها عم تبهرني، فاذا انتم بتعطوني وانا بعطيكم، كل ما بتعطوني بعطيكم اكثر. كنا عم نلتقي كل يوم لمده ساعتين، وطبعا صار في انصهار بيني وبينه وصار جزء من حياتي، واليومين انا ما كنت معهم متواجد بس اشتقت لهم. الله فيكم، شكرا والله يا عزيز دشتي، كل الكرو، فاطمه، تنوع ما شاء الله تبارك الرحمن، مشكورين لك وايد استاذ، بارك الله على تربيتك بالرغم من كل ظروف الشغل والحضور والهذيل، حاضرين في اي وقت فيك. حاضر، شكرا. حاضر ابوي، شكر لكل المشتركين، اكيد بيضتوا لي وجهي، ان شاء الله تكون يعني انتم استمتعتوا بهالاسبوع قد ما انا استمتعت معكم.